طيب المرحله اللي بعد كده ان احنا نعمل ريفرنس من بروجكت للبروجكتس الثانيه, بحيث ان البروجكتس تبقى شايفه بعضها خلاص, لان كده كل ما زالت البروجكتس دي منفصل خلاص. اول واحد انا لو الدومين هعمل كليك يمين كده واقول له ان انا عاوز يعني اد ريفرنس, اد ريفرنس يعني عايز اديك اشاره لايه, لحاجه ثانيه موجوده. احنا شفنا الحاجات دي قبل كده خلاص, وممكن يبقى الاشاره دي لحاجات يعني في السوليوشن بتاعه, وممكن تكون بيستخدم ادوات خارجيه ماشي. احنا بالنسبه لنا في الدومين الويب هو اللي هيشوفه واليونت هي اللي هتشوف, يعني هم يعني الويب واليونت تيست هينادوا عليه, يعني هم اللي هينادوا عليه خلاص, مش محتاج ان هو يبقى هو بيناديهم ابدا يعني. لكن في هنا باكج من الباكجز اللي موجوده او في الاكستنشنز كان اسمها داتا انوتيشنز, هنشوفها هي سيستم دوت كومبوننت موديل داتا انوتيشنز سيستم. سوري فريم ورك ممكن شفتيها؟ داتا موديل دوت انوتيشنز سيستم دوت كومبوننت موديل, معلش كومبوننت موديل دوت دوت داتا انوتيشنز. دي هنشوف استخداماتها يعني, ما تشغلش بالك بيها دلوقتي, دي هنشوف كمان شويه استخداماتها يعني, لكن انا محتاجها بالمره بما اننا بنربط كله ببعضه فنخلص يعني. اما بالنسبه للي بعد كده اللي هو مثلا الويب يو اي, هقول له اد ريفرنس في السوليوشن او في البروجكتس الموجوده, هو المفترض يشوف الدومين صح؟ هو المفترض يشوف الدومين, ده بالنسبه للويب يو اي يشوف الدومين. طب محتاج يشوف هو اليونت تيست؟ لا, ده اليونت تيست هو دايما اللي هيناديله, اليونت تيست هو دايما اللي هيناديله. هل محتاج اي اسمبلز من بره ولا حاجه؟ لا مش محتاج حاجه في الغالب, لو اي اسمبل احتاجناها جوه الويب يو اي هنستخدمها في ساعتها يعني, استخدمنا حاجه مثلا بتاعت لابري مثلا بتاعت داتابيز لابري مش عارف بتاعت ايه يعني, احنا وشغلنا تلاقي بنعمل يوزنج او بنضيفها من اد ريفرنس. طبعا ممكن نجيبها برده من بروجكت واد ريفرنس عادي خلاص. طيب ده بالنسبه للايه, للويب يو اي. تعالى بقى لمين, لليونت تيست. اليونت تيست بقى ده اللي هيبقى محتاج يشوف الدومين والويب يو اي, لان هو ده اللي بيختبر, ممكن هنا او يختبر هنا, ده بيتحرك في ناحيتين. اد وريفرنس وهيشوف, هيبقى محتاج يشوف الدومين ومحتاج يشوف الايه, الويب يو اي. بس محتاج ان احنا ننزل كمان معاه طبعا اللي هو اساسي مايكروسوفت سي شارب, لان ممكن يكون هو مش نازل اصلا, مش محدده فيه. ايوه قلت له اوكي. واحد يسال سؤال يقول لي طب انا دلوقتي هبدا في البروجكت بتاعي هعمل نفس اللي انت عملته؟ ده من نفس اللي انا عملته عايز, مش مشكله خالص. طب انت هتمشي على نفس المنهجيه انك تبني 3 بروجكتس وتعمل مش عارف ايه يبقى اعمل, مش مشكله خالص, تمشي بنفس الطريقه وربطهم ببعض بنفس التفكير اللي احنا شرحناه خلاص. نسال سؤال. طيب هو السؤال السؤال يعني متعلق بفكره السيرفر ومش السيرفر. احنا دلوقتي مش محتاجين سيرفر, احنا بنشتغل على كديفلوبمنت يعني انفايرمنت, فاحنا بنشتغل لسه في اطار انك لسه بتديفلوب خلاص. بعد ما بنخلص خالص بنبقى نتنقل بقى لمرحله ان احنا عايزين نرفع الحاجه, نشوف السيرفر مش عارف ايه, دي بعدين. انت في مرحله الديفلوبمنت مش محتاج تشغل بالك دلوقتي بسيرفر, الا لو كان عندك سيرفر. لو عندك سيرفر يفضل من اول دقيقه يعني, الحاجه اللي تعملها ارفعها وجربها, ده لو انت عندك الايه, عندك السيرفر. وعندك السيرفر والانترنت ضعيف, خليك على طول على الديفلوبمنت فريم ورك زي الفل, على الديفلوبمنت انفيرمنت على طول بس. لكن عندك انترنت كويس وعندك مثلا السيرفر موجود وكل حاجه, لا يفضل ما تستناش. الحاجه اللي تعملها بعد ما تخلصها على طول ارفعها وجربها, لان في حاجات بتحصل يعني, في مشاكل بتحصل لما تيجي ترفع الحاجه بتاعتك مش عارف, فلما تلاقيها اول باول احسن ما ايه, ما تلاقيها في الاخر بعد ما يكون حجم البروجكت كبر منك والحكايه فيها مشاكل و الى اخره خلاص. فدي بالنسبه للموضوع ده.
دلوقتي احنا المفروض نعمل سيت اب للدي اي، الدي اي طبعا اللي هي ما اعرفش انتوا يعني اللي هي ديبندنسي انجكشن، ما اعرفش حد يعني بصيتوا على الفيديوهات ولا لسه ما في انتر نول. يعني لما يكون عندنا في عندنا حاجات معتمد على حاجات، خلاص الديبندنسيز يعني حاجه يعني كل سلسله الاعتماديات على بعضها، حاجات معتمد على حاجات معتمد على حاجات، خلاص انجكشن يعني ايه حق. فالفكره كلها ان انت ازاي بتقدر تضرب فكره ان الحاجات كلها تبقى متربطه ببعض ومعتمده على بعض. احنا خدنا ده بالتفصيل في قبل كده، خلاص بس للتذكره ان انا ما اخليش الدنيا كلها كل حاجه معتمده على حاجه، كل حاجه متربطه بحاجه. لو انا عدلت في كلاس معين كله بوميشن، كله ضرب، كل حاجه خلصت، لازم تروح تعدل في ال 15 ملف المرتبطه بيه، لازم تعمل، فده ده ما بيبقاش كويس. خلاص فكنا بنعمل ايه؟ كنا بنقوم دايما كل الشغل الاساسي بتاعنا على على انترفيسز، بحيث الانترفيسز دايما تبقى هي الوضع العام، ما تبقاش مرتبطه بشكل مباشر مع 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 كلاسز معينه باوبجكتس معينه. خلاص وما جانش اي اوبجكت بتاعي بنشئه في الاساس على ان هو ما يعني ببقى مبني للانترفيس، مبني هو للانترفيس، والاوبجكت اللي بيتبيع بياخده خلاص، فيبقى كده معناها ان على حسب الاوبجكت اللي جاي، فما بقتش مرتبط بشكل مباشر مع مين، مع اوبجكت معين بكلاس معين. اي تعديله، ضفت كلاس جديد، عملت مش عارف ايه، الدنيا تاهت مني، مش عايزين نسرح قوي. خلاص ف ده مهم. خلاص وبعد كده خدنا حاجات في الدي اي، والدي اي ده اصلا كلها احنا استخدمنا النينجكت في الدي اي اصلا، او سمى كتابه النينجكت في الدي اي، عشان اقدر ازاي افصل ما بين المفاهيم دي، بحيث ان انا احافظ على ان الابلكيشن بتاعي ما يبقاش كله في حاجات معتمد على بعضها على بعضها على بعضها، او تحصل اي مشكله في اي ملف تلاقي كل الدنيا ايه، كل الدنيا ضربت. يعني هما بيعملوا كده، فاحنا مفترض نمشي وراه. خلاص طيب عشان نعمل كده فاحنا كنا بنستخدم اصلا اللايبرري بتاعه النينجكت. خلاص فاحنا عايزين دلوقتي نعمل لها الشغل بتاعها. فاحنا كنا عملنا كده، كنا عملنا طبعا هو اصلا الديبندنسي انجكشن بتبقى حاجه اساسيه موجوده اصلا في الفريم في الدوت نت فريم ورك والام في سي اصلا اوتوماتيك. فاحنا عايزين نكاستم بحيث ان احنا اللي نربط بايدينا ونبقى احنا مفصلين الملفات وكلام زي كده. فاتفقنا ان احنا نعمل قبل كده نعمل كليك يمين هنا كده، وان حاسس ان اول مره احكي الكلام ده واقول له ايه بالنسبه لكم يعني من في عينيكم، لكن وانا عارف ان هو اتشرح. خلاص في نيو فولدر واسميه انفراستراكشر، اللي هي حاجات اساسيه اصلا هغير. خلاص انفراستراكشر عشان ده هنحط فيه حاجات اساسيه اصلا، هنبقى يعني احنا بنعمل دلوقتي ايه الكاستم دي اي، الكاستم دي اي بتاعنا احنا، هم في دي اي اصلا مش عايزين، احنا عايزين نعمل كاستم دي اي بحيث ان احنا تبقى قدام عينينا العمليه دي ماشيه ازاي. فهروح كده على الانفراستراكشر واقول له انا عايز اد كلاس. كلام جميل. قال لي هتسمي الكلاس بتاعك دوت ايه؟ قلت له هسميه عشان نبقى عارفين احنا هنستخدم النينجكت، خلاص فهسميه نينجكت ديبندنسي ريسولفر. خلاص هو ديبندنسي ريسولفر موجود، بس احنا هنعمل ايه؟ اللي احنا هنستخدم فيه النينجكت اللي احنا نزلناه اصلا بحيث يساعدنا في ان احنا نفصل ما بين الايه؟ الديبندنسي. نعم مسميات الكلاسز، مسميات الكلاسز في كلاسز هي في الاساس بالنسبه لنا مسميات معروفه، يعني ده اصلا ديبندنسي ريسولفر، هو اصلا الكلاس اصلا اسمه كده. خلاص وهنلاقي كمان ان الانترفيس بتاعته اسمها اي ديبندنسي ريسولفر، فانا هعمل الكاستم بتاعي فاكيد هسميه حاجه فيها كلمه ديبندنسي ريسولفر عشان ما اطلعش بره ما شتش قوي عشان ابقى فاكر. خلاص حطيت كلمه نينجكت ليه؟ لان انا هستدعي مكتبه النينجكت اللي انا لسه منزلها، خلاص الباكج بتاعت النينجكت اللي انا لسه منزلها هستدعيها وهستغلها في ان هي تربط لي الديبندنسي ايه ريسولفر. فاخترت الاسم كده، فدايما اخترت الاسم يعبر ان انا قلت ان انا هستخدم مكتبه النينجكت في الديبندنسي ريسولفر، فقمت اعمل كده وانتهى الموضوع. خلاص المسمى دايما المسمى اتجه للمسميات الواضحه عشان الام في سي زي ما اتفقنا هي في اساسها بتقوم على فكره البروجكتس الكبيره، ف
فما تحاولش تدي نفسك مسميات سهله كده وبتاع وانا فاهم انا فاهم، وتلاقي كل التيم اللي معاك ما حدش فاهم حاجه خلاص، ولا انت عارف تقرا ملفات اللي زميلك، ولا زميلك عارف يقرا الملفات اللي انت عاملها، والفانكشنز اساميها مختصره ما تعبرش خلاص، يعني دي اللي بتجيب كله ولا كله مع الفلتر، ولا دي بتجيب الفلتر ما هو الفلتر بتاع الكاتيجوري، ولا الفلتر بتاع مش عارف ايه، فكل واحد بيكتب بقى بمزاجه. لا يعني يفضل اسماء مهما طولت، كان زمان بنحب نختصر الاسماء، لكن حاليا يفضل الاسم مهما طول اريح لك، لان احنا اكتشفنا ان المينتنانس على البروجكتس هي اللي بتحرق وقت، يعني انك انت يعني تخلص البروجكت نفسك ايه يعني بروجكت كبير، تلاقي مبرمج من اللي هم بلاش اقول كده لفظ زي ما اسمهاش، مبرمج من الشباب الجدعان كده خلاص ياخده فحت وردم يخلصه في ايه في اقل من شهر بسم الله ما شاء الله. طب يا ابني انا ما كنتش عايزها كده، انا عايزها الناحيه دي وعايز دي مش عارف يعمل ايه، وده بس خلاص كده معاه 6 شهور على ما يخلص البروجكت. يعني ده اللي بقى واضح جدا، مش بقول لك معاه شهرين يعني ضعف اللي هو عمله، لا ده ممكن يعدي 6 اضعاف اللي هو كان قاعده وخلصه. فيفضل انك تعمل حساب اللي جاي مش حساب اللي انت فيه، يعني لو ياخد منك شويه وقت احسن بكتير جدا. احنا مش عارفين طيب، وفي الاساس احنا زي ما اتفقنا ده اصلا قايم على الاي ديبندنسي ريسولفر، طبعا مش مطلعها اكيد ان ايه النيم سبيس بتاعتها مش ايه مش مستدعيه. فقال لي انت عايزها من system.web.mvc، قلت له مظبوط، فعمل لي بس يوزنج فو خلاص، طلع لي ايرور عليها. طبعا انتم متوقعين ايرور ليه؟ لان طبعا اي ديبندنسي ريسولفر مفروض ان دي انترفيس بتقول ان اي حد بيطبقها لازم يكون فيها فانكشنز بتعمل كذا وكذا وكذا تكون موجودين خلاص، فمعناه ان يضرب كده بيقول لي فين الحاجات اللي انا مشترطها على اي حد يطبقني يمبلمنت يعني. فلو جينا بصينا هنا كده يقول لي اقول له هات امبلمنتو الانترفيس، قال لي كده كده لازم يكون في حاجه اسمها جيت سيرفيس وحاجه اسمها جيت سيرفيسز، دول مشروحين بالتفصيل قبل كده يعني خلاص. بعد كده انت ايه تظبط الحاجات، يعني اهم حاجه جيت سيرفيس وجيت سيرفيسز تبقى معموله ازاي، وبعد كده انت بتظبط الحاجات الثانيه ماشي. طبعا انا طيب احنا كنا هنعرف برضو فاريبل قايم على حاجه اسمها قايم على حاجه اساسيه اللي بتربط للموضوع كله، حاجه اسمها الكيرنل خلاص، حاجه اسمها الايه كيرنل، بتربط لي ايه؟ بتربط لي الملفات اللي انا عاوزها. ايه الملفات اللي انا عايزها؟ مش انا قلت لك انا هفرق كمان شويه في الشغل بتاعي واقسم الكلاسز واقسم الانترفيسز والكلام ده كله. واحد يقول لي طب الكلام ده كان سابق يعني هو المفروض نعمله لما نبدا نعمل كده، لما نبدا نعمل شويه كلاسز وشويه انترفيس. اقول له صح، بس بما اننا عدى علينا الكلام ده فالمفروض بنمشي بالترتيب الحاجات اللي هي الثابته كده كده في البروجكت بتاعنا هنعملها اعداد خلاص. احنا عرفنا ان دايما بنستخدم النينجك ديبندنسي ريسولفر عشان احنا ماشيين بمناهجنا نقسم الشغل بتاعنا ربط مش عارف ايه، فكده كده هتعمله فبنعمله من الاول، فبنعمل الكلاس بتاعنا الاساسي من الاول لان دي حاجات اساسيه كده كده مش هستغنى عنها خلاص. فدلوقتي لما اجي اعرف الاي كيرنل، الكيرنل دي مش شايفها، الكيرنل مكتوبه غلط، اي كيرنل مظبوط، هو النيمبل سبيس بتاعها مش موجود، ما تفكرنيش تاني دلوقتي مش كلكم عليا. ممكن اكون بس دايما بتكتب اي وبعد كده تاني حرف كابيتال، وطبعا مش شايفها ان احنا اصلا في الاساس طبعا النجت مش موجوده من الاساس كده، في مشكله معنى ان هي عملت كده ان هي مش شايفها اصلا، معناها ان المكتبه مش لا بدا يصحى، لا كان نايم بس صحي مش مشكله خلاص خلاص، ما كانش صاحي ايه